انا دي اثبتها علميا، ان شخص يكون متدين جدا ويصلي ويصوم ويسمع القران ويبكي هو بيسمع القران، وعنده شخصيه تانية نصابه، عنده شخصيه نصابه يتعامل مع الناس اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك ياخد الفلوس، اي فلوس ياخدها تبقى بتاعته، ده ولد لنفسه انفصام في الشخصيه، لان عنده شخصيتين، عنده شخصيه متدينه جدا وعنده شخصيه مش متزنه اطلاقا. الشخص ده لانه مش متزن لو فعلا متدين ياخد باله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الدين المعامله ثلاث مرات، ده ما يدفع ماش فعلكش، ده في مصيبه، انت بتاخد حق الناس فانت في مصيبه يوم القيامه، ما فيش شفاعه فيها دي، فانت تقول هدي تساوي ادي ناس حقها واشتغل وانتك رزقك موجود، طالما انت خدت فلوس من حد ومعاك في جيبك وخدتهم وقدرت تنام واعصابك عاديه وضميرك مرتاح اتولدت لك انفصام في شخصيه. عايز تتعالج من حاجتين، من حب المال والحاجه الثانيه من انفصام في الشخصيه. نفس الشيء بالنسبه للمدمن، اللي هو مدمن بيبقى مش متزن، ممكن يشرب فيشرب يشرب 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 لغايه ما يقع، فعشان خاطر التعب في ناس بتشرب كده، ده من ضمن اصناف الادمان، يشرب 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 لغايه ما دمه كله يبقى مليان وبعدين يبدا يرجع ومش قادر فيبطل شهر، فيطلع بشخصيتين شايفين انا ما بشربش لغايه ما يحتاج تاني فيهرب يروح مكان تاني ويشرب هناك، فهنا ولد شخصيتين، فلما يقدر ينام عادي جدا من غير ما يحس بالذنب ولد لنفسه انفصام في الشخصيه. فهنا لازم يتعالج من حاجتين، من الادمان ومن انفصام في الشخصيه، اصبح عنده مشكلتين. دلوقتي عشان تكون متزن في الحياه محتاجين برضو سبع حاجات. الحاجه الاولانيه، اولا محتاج للحياه الروحانيه، ومن سبع اركان، الركن الاولاني الحياه الروحانيه. الحياه الروحانيه تحتها علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وعشان ترضي الله عز وجل لازم تبدا بنفسك سامح الناس. بتعرف تسامح؟ بتعرف تسامح بسهوله؟ فاكر التسامح ضعف؟ فاكر ما تعرفش تسامح؟ عارف لما تكون شايل على نفسك على اكتافك، عارف، وخلي حتى التسامح نتكلم فيها شويه اكتر بعد كده. التسامح، ما اعرفش سامح، من لا يغفر لا يغفر له، وكلنا عارفين كده، وكلنا عارفين ان حرام انك تخاصم حد اكتر من 3 ايام. طب اسال الناس اللي مخاصم ابوه واللي مخاصم اخته واللي انا في دوره من دورات امسيه بسميها قوه الحب والتسامح، وعملتها لكم هنا المره فاتت لما كنت هنا. انا في بلد من البلاد في واحده قالت لي يا دكتور انا مخاصمه ابويا بقى لي 12 سنه. قلت لها لا هكلمك في الدين ولا هكلمك في التنميه البشريه، هسالك سؤال ما وحشكيش؟ قالت لي جدا. طب ما اتصل بيه هيرفضني، اتصل بيه تاني هيرفضني، اتصل بيه تالت هيرفضني، اتصل بيه رابع، لغايه امتى؟ لغايه ما تلاقي انت عندك اب واحد. غير كده الله سبحانه وتعالى حط الواو في النص، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، دي في نفس الخط، ده مش هزار دي. طبعا انت عارف في بعض الوالدين بيتاجروا في الموضوع ده، يعني ادي وش لو دخلت الجنه، دي حركات قرع بعدين ممكن نتكلم عليها بعدين، ولكن انا ما اجي اتكلم على ده قامت خارجه كلمت ابوها في التليفون، يا دوب كلمته باسمها الا وحشتيني يا حبيبتي، وجابته وجت في الامسيه، والناس كلها كانت بتبكي علشانهم. شوف الروعه، الراجل يقول لك ضيعت 12 سنه محروم من بنتي، هي بنت واحده، هي ضيعت 12 سنه محروم من ابويا، غلط وحرام، ولكن ساعات الانسان لما يركز وعاوز يكسب ومقتنع انه صح ويتفادى الشخص الاخر يكون قريب منك جدا مع انه غلط وحرام، لان عدم التسامح بتشيل على اكتافك طاقه سلبيه طول ما انت ماشي في المستقبل وبتتمرن وتروح دورات زي دي وتبدا تحقق اهدافك، تلاقي حاجه بتشدك لورا، الماضي مش نظيف فبيشدك لورا باستمرار. عندنا العقل العاطفي وعندنا العقل التحليلي. عشان تسامح لازم الاثنين يوافقوا. عاطفيا لما تفكر في الشخص ما عندكش احساس مضايقك، وتحليليا لما تفكر فيه ما فيش حاجه جواك لسه مضايقك، لان الواحده هتجيب الثانيه. انت عارف انا بسامحك في الله، لان بيني وبين الله سبحانه وتعالى مش بيني وبينك. غير كده انا بفرق بينك وبين سلوكك، انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، يمكن انا مش موافق على سلوكك لكن موافق عليك، فانا وانت احسن مخلوقات، خلقنا الانسان في احسن تقويم وسخر لنا السماء والارض، فانا بحبك في الله. سلوكياتك مش موافق عليها، دي برمجه، دي قيم مختلفه عني فاختلفنا فيها، اروح معممها تبقى انت بحالك وخصمك بحالك، فانا مش متدرب مش فاهم. فانا بقول للناس فرق بين الشخص وبين سلوكه، سامح الانسان في الله تكسب فيها ثواب، لان في يوم القيامه هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب انا بسامح هذا الشخص لك وفيك، فانا عملت اللي عليا سامحني، لان من لا يغفر لا يغفر له، فسامح الناس. فانا بطلب من الناس باستمرار دلوقتي حالا وانتوا سامعيني، ابدا سامح الناس، ابدا الاول سامح نفسك. يعني ايه سامح نفسي؟ انت عارف انا شفت شخص مره
أخين، أخ كبير وأخ صغير، الأخ الصغير غرق والأخ كبير ما بعرفش يعوم. قال لك عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده، كان لازم رميت نفسي. طب أنت كنت هتموت، وبعدين ده قدر. عشان كده بقول للناس سامح نفسك، لو أنت رجعت تاني أنت ما كنتش تعرف. فعارف لما تريح الطاقة بتاعتك يا معنى كده سامح الماضي، بعد كده سامح بابا وماما، سامح الأب والأم مهما عملوا مهما قالوا، اللي يعرفوه ربوك بيه. هو في حد فينا عنده أب وأم مختصين في تربية الأطفال؟ كم واحد؟ وحتى لو مختصين هيكلكع لك حياتك. فاحنا كده كده اتربينا صدفة، فما تزعلش لأن انت ربيته، كل واحد اتربى كده. فسامح بابا وماما حبهم من قلبك، لأن عارف أنا كنت أقول والدي الله يرحمه راجل متدين جدا، طاق جدا، باني جوامع، لكن ما كانش يعرف يربي، كان بيضربنا بقسوة. احنا كنا 8، فلو تسأله ايه هوايتك؟ يقول لك الشغل والتدين وضرب أولادي. 8، فيعني كل يوم تشوف لك واحد تضربه، فما يعرفش يربي. واحنا كتير، عارف ازاي 8 دي ما كانتش فكرتي، كنت عايزهم يجيبوني انا بس، لكن هم جابوا 8. اللي حصل عارف لما تيجي تفكر فيها، انا كنت بشوفه لما يقوم الصبح الساعه 4 يصلي الفجر، يقعد يعمل لنا السندوتشات، ولو اي حد فينا مريض ما يسيبوش. بس احنا بننسى الحاجات دي، عشان كده سامح بابا وماما على طول، سامحهم من غير ما تفكر. واذا كانش هم يعرفوا ازاي يحبوك، حبوك بطريقه انت مش عايزها، طب ما تحبهم انت بطريقه جديده، ما تحضنهم انت، ما تقربهم منك انت. وبعد كده سامح اخواتك، وبعد كده سامح اصحابك، بعد كده سامح الناس وريح نفسك، سامحهم في الله، فرق بين الشخص وبين سلوكه. وبعد كده تبص تلاقي طالما انا وصلت الاتزان الروحاني، ادي اول حاجه، يبقى بعدها على طول الصحه. انت عارف، اسال اي حد من صحابك، اي حد من الاداره اللي تعرفها، او الناس، او حتى برنامج، اسال اي حد كم واحد، كم النسبه اللي عندهم برنامج رياضي عشان صحتهم؟ هتلاقي نسب ضئيله جدا. ومع ذلك لو حصل لنا اي حاجه في صحتنا هتلاقي كل تركيزك عليها، مش هتعرف تشتغل. لما حد يقول لي ما عنديش وقت، هيكون عندك وقت لما تكون عندك سكته قلبيه، لما تقعد في مستشفى شهر ساعتها هتلاقي الوقت. طب ما تتمشى شويه، ما تشم هواء نظيف، ما تحرك جسمك شويه. انت فاكر هي الرياضه يعني لعب عيال؟ لا، ده كل حته في جسمك هتشهد ضدك او معاك يوم القيامه. وطالما بتحب الله سبحانه وتعالى، بتحب هديته، يبقى لازم تشغل الصحة، وإلا من غيرها ما تعرفش تعمل حاجة إطلاقا. لكن الناس بتفكر الصحة بتبوظ عند جيراني مش أنا، لا، هتجيلك أنت. وتلاقي أنا عمال أدخن، أنا عندي صديق بيدخن علبتين سجاير كل يوم، ما بياخدش أجازة بقاله سنتين، بيشتغل كل يوم 16 ساعة، يعني وصفة متكاملة للانتحار. ما حصلوش حاجة، وربنا سبحانه وتعالى بيديله في إنذارات أكتر من مرة، تلاقي قلبه يوجعه، تلاقي مش قادر يتنفس، تلاقي يغمى عليه من قادر تاني، دي إنذارات ومش عايز يسمع. جات له غلطة، ولما جات له جلطه جات له في جزء اليمين من مخه، فجزء الشمال اتشل. وانا بزوره قال لي شفت حصل لي ايه؟ انا بطلت التدخين. لا يا شيخ دلوقتي. قال لما اخرج هتعلم اخد يوم اجازه. عندك اولاد؟ انا عندي واحد يقول لي اهم حاجه في الدنيا اولادي. بتقضي معاهم وقت قد ايه؟ انا ما شفتهمش بقى الاسبوع. يبقى ازاي هم اهم حاجه في حياتك؟ انت بتقضي في الشغل 18 ساعه 17 ساعه كل يوم؟ هو ده اهم حاجه في حياتك؟ ده انجاز بيدخل لك فلوس، لكن ولادك ما انت شايفهم نجاح دول؟ فعشان كده تاني حاجه الصحه، بعد رضاء الله سبحانه وتعالى، عشان تكمل في رضائه اهتم بصحتك، وده ليك انت.